دكتورة لبنى بوحاولي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقال بأنه تم ربط الضغط النفسي مع السرطان عبر الجهاز المناعي، واش هاد العلاقة المباشرة أو الغير مباشرة مع السرطان حقيقية أو لا؟ عند الدراسات دارت اللي ركزت على هذا الموضوع، لأنه كان دائما مثير، أنه فعلا لاحظوا بزاف ديال الأطباء المختصين في السرطان أن المرضى ديالهم من بعد أزمات نفسية تقدروا يبانوا عندهم حالات ديال السرطان أو حالات نكسات في مرض السرطان. فلذلك دارت بزاف ديال الدراسات اللي هي كاين فيهم اللي بينوا كاين واحد العلاقة مباشرة، وكثير منهم ما قدروش يثبتوا واحد العلاقة سببية مباشرة، إنما تحد ما يقدر ينكر تحت الناس اللي كيتصابوا بالسرطان انه كاين واحد، ولو اننا ما قدرناش نثبتوها. علاش؟ لان العلم كيتبنى على معايير اللي هي مضبوطه، فما يمكنناش نقولوا هذه علاقه سببيه مباشره الا ما ضبطاتش المعايير. ولكن كاين واحد تاثير كثير. شخصيا انا كنشوف بانه انا تعرف من خلال يعني الممارسه ديالي ما يمكن ليش ما لاحظتش بانه الضغط النفسي تؤدي لعده امراض. ف غنشوفوا الاسبوع الماجي مثلا في الحاله الفيزيولوجيه الهرمونيه، ولكن اكيد الضغط النفسي من جانب علمي تيأثر في اختلالات فيزيولوجية اللي قد تؤدي إلى ماشي ضروري بشكل مباشر لحالة السرطان، ولكن قد تكون عامل من العوامل. واضح. حيت كما تنقروا ما كاينش غير السبب، كاين العامل. والضغط النفسي كينقص من المناعة الإنسان، وإلا عرفنا أن الورم كاين، الخلايا السرطانية موجودة، يعني موجودة قبل. موجودة ديك الساعة الخلايا السرطانية غتبدا تكاثر، كتبدا تكاثر دغيا، وأي ورم الحجم ديالو كيولي فوا جوج من بعد 6 شهور. دونك إلا نزلت المناعة الخلايا السرطانية غادي تكاثر بزاف. واضح. وهذا هو الموضوع اللي وقفوا فيه العلماء بصفة عامة، هي المناعة. ملي الخلايا السرطانية، لأن المختصين في السرطان كيقول لك الخلايا السرطانيه تقدر تجي والمناعه ديالنا كتجمع ديك الخليه وكتسوسها ما كتبقاش، ولكن ملي الجهاز المناعي يقدر يكون فيه خلل، هذيك الخلايا ما تطلقاش هذيك الكريات البيضاء اللي غتجمعها وتحد من التكاثر ديالها، وبالتالي كتغلب في واحد الوقت وكتبقى تكاثر بشكل سرطاني. اذا الجهاز المناعي كما قالت الدكتوره مشكوره هو العامل او السبب المباشر علميا اللي كيقدر يكون منه هذه العلاقه السببيه ما بين الضغط النفسي والحاله السرطانيه. انا تنفكر في اللي تيتقال في المجتمع ديالنا عند النساء الكبار وهذاك الشيء، تيقول لك الفقصه تدير الكونسير، الفقصه تدير سرطان. يعني كاين دائما واحد لو فون دو فيغيتي دائما في الشائع في المجتمع ديالنا. كاين موضوع اخر اللي ما يمكنناش هو نكروه، انه الضغط النفسي او الحاله النفسيه بصفه عامه كتخلي بعض الناس كيكون عندهم واحد نمط العيش اللي هو ماشي سليم، فاذا كيقدر يتعاطى التدخين بشكل كثير، كيقدر يتعاطى المخدرات بشكل كثير، تقدر الاكل ديالو ما كيكونش مزيان، كيقدر مثلا كما شفنا مع الكوتش ياسين يعني ليكزارسيس فيزيك الممارسه الرياضيه ما كتكونش ناقصه. فاذا هذه كلها عوامل، مجموعه عوامل اللي هي غتؤدي انه غادي، لان مضبوط علميا بان السرطان كاين فيه علاقه مع التغذيه ومع الرياضه ومع التدخين ومع التدخين. إلا كانوا هاد العوامل اللي هي نمط عيش غير سليم، المناعة ديال الإنسان كتبقى في كيولي فيها اختلالات كثيرة، فهي بشكل أو بآخر كتقدر تأدي لحال السرطان. واخا إلا كان هاد الشيء يعني حقيقة، واخا باقي ما مثبتاش علميا ولكن تلاحظوها على أرض الواقع، كيفاش نفسروا الحالات ديال السرطان اللي ولات تجي عند الشباب؟ الشباب يعني في مقتبل العمر باقي ما عاشوش هذيك الضغوطات، وما باقي ما عاشوش العسر ديال الحياه، ومع ذلك تيجيهم سرطان. شوف، هو السرطان بصفه عامه والامراض بصفه خاصه، والامراض بصفه عامه الحمد لله تطور الطب ولا التشخيص، فاذا غير هذه النقطه هذه ديال انه التشخيص ولا راه مزيان، لان هذه واحد 10 سنين الناس ما كتوصلش لمستوى التشخيص، وبالتالي كيقولوا مات. لاش مات؟ الله اعلم، تعددت الاسباب والموت واحد، ولكن التشخيص ولينا الحمد لله تنقلبوا على المرض، الناس ولات وعات بالاهميه ديال الصحه ديالتهم، وبالتالي ولاو كيمشيو يدوزوا، ومادام كيمشيو يقلبوا كيلقاو تشخيص
يعني هاد المساله ما ضبطاتش. متفقه معايا دكتوره علاش الناس صغار ولينا كنشوفوا عندهم حتى هما حالات الا سرطان الثدي؟ ملي كتكون الاصابه عند البنت اللي باقا صغيره كنشوفوا العائله الوراثه كيف كتفسر واحد النسبه كبيره بالنسبه لسرطان الثدي. تمام واضح واضح. واخا اش نشوفوا دابا باش نخرجوا بالافاده من هاد الفقره هذه ديال بيني وبينك. الوقايه الوقايه لان الضغط النفسي واحد الحاجه اللي ما تنتحكموش فيها وعندها عواقب وخيمه على الصحه ديالنا عموما. نعم. بشكل مباشر في اليوم مع مرض السرطان كيفاش نقدروا نتحكموا في الضغوطات النفسيه وفي المشاعر ديالنا وفي الاحاسيس ديالنا باش نتفادوا هذا الشيء؟ يعني انا بالنسبه لي من المعجزات. لا 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 ماشي من المعجزات. الضغط النفسي تماما راه داخل في الحياه ديالنا. حنا في الحياه الدنيا لابد يكون عندنا كل واحد عنده مشاكله، كل واحد عنده ضغوطات. انما الى وعينا باهميه انني نتهلا في راسي، انني ندير اللي عليا، نخفى عليا، ندير اللي عليا، ناكل مزيان، واخا يكون عندي مشاكل معينه، واخا يكون عندي ضغوطات مثلا ربات بيت او ام عندها وليدات خاصها توصلهم، خاصها تديهم، او الاثنين على السيدات وحتى يعني بصفه عامه على الناس بصفه عامه، خاصنا نوعوا بانه الانسان عنده القيمه ديالو. فناكل مزيان، ندير الرياضه، ما قدرتش ندير الرياضه خاصنا نحبوا نفوسنا. تماما الكوتش ياسين هو عطانا كيفاش نديروا رياضه وحنا جالسين ان شاء الله يعطينا ان شاء الله. فاعطى شحال من الامور اللي ممكن نديروها اللي قد تبدو بسيطه اللي غنتهلاو في راسنا. ثم غادي يقول لك شي امور الضغط النفسي حنا الى وعينا به. نجلس غير مع راسي، وكنت من قبل قلت لكم على التنفس البطيء. التنفس البطيء راه تيبان سهل ولكن هذاك هو السهل الممتنع. الا قدرت نديرو يوميا واحد التنفس البطيء اللي غادي يعاوني. اش كيدير التنفس البطيء؟ كيعاون انه يقضي الدوره الدمويه، وكيعاون انني كنثبت مع راسي، كنحس بالجسم ديالي، كنعقل على راسي. واخا عندي جري 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 النهار كله، ناخذ 5 دقائق ونركز فيها مع نفسي. على فكره لا ميديتاسيون، لا ريلاكساسيون، ميديتاسيون التامل، الاسترخاء. واخا دكتوره غادي نقاطعك هنايا وغادي نوب على بزاف المشاهدات والمشاهدين هنايا، غادي يقولوا لك غادي تقول لي هذا الشيء تيبقى فيرتوال وتبقى غير ملموس وغير تبقى كيقول لك انا ما قادرش ندير هذا الشيء. انا مغموس في الضغط ديال الحياه، خاصني نمشي نجيب ولادي من المدرسه، خاصني نطيب، خاصني نمشي للخدمه، خاصني نجمع في الدار، خاصني فين نبقى الوقت؟ انا غنعطيك واحد الجواب اللي للاسف تنشوفوه الدكتوره تاهي غتقدر تكون تشوفوه، جميع الاطباء يقدروا يشوفوه. انا تنشوفوا ناس مساكن تيجيونا حالات سرطان متقدمه. علاش كنت كنجري مع ولادي في هذه؟ كنت كندير. وملي وقع الافه، وقع الخطر، راه بزز من الانسان، راه غيبقى الوقت، ماشي غيبقى الوقت، ما عندوش اختيار ديك الساعات، راه غيوقف. يا اما ديريها بخاطرك، يا اما غادي ديريها بزز. هادشي اللي خصنا نفهموا، اننا الى اليوم ما عرفناش كيفاش نفراني بشي شويه ونمشيو. ماشي تنقول انا ماشي تنقول انا انسان، يعني انا كنقدر نكون كلشي. الناس يقدروا يكونوا مقذوفين في واحد الفتره من الزمن، ولكن هذه الفتره اللي شفناها طولات، راه خص الانسان يعاود حساباته مع راسه. لان الا ما درتيهاش بخاطرك واحد الساعه، راه غادي ديرها بزز منك في ساعه اخرى. وديك الساعات راه حتى واحد فينا ما هو انديسبونسابل، ما هو ما يمكنش، راه الحياه غتستمر بيا ولا بلا بيا. تحد فينا ما غادي يبقى كله من عليها. دونك من الاحسن كون من الاحسن تكون بيا. دونك باش تكون بيا خاصني نتهلا في راسي، خاصني يكون عندي حب الذات. واضح واضح. يعني الميساج او الرساله واضحه جدا، تهلا في ريوسكم. انا خطابي هذا وخطاب الدكاتره كلهم اللي معنا موجه بالخصوص للمراه المغربيه اللي عليها الدرك بزاف. انا اقولها واعيدها دائما، تنطلبوا منها بزاف. فسيداتي انا ما تنحرضكش، ولكن تنقول لك تكيسي على راسك وفكري في راسك و تطلب من راسها بزاف، وقي راسك، تظلم راسك، هي تطلب من راسها بزاف حيت ربات على هكاك، مشات على هذاك الشيء اللي كاين. شكرا لك دكتوره لبنى بوحاولي.